في كتكت. هاك الجريدة سي المدير شوية غتقطعها ياك ما تسلفتيها من القهوة عاوتاني. لا عطاتها لي نفيسة. شد قرارية التسكين تم هنا كيقول لك كاين واحد مؤتمر كبير عالمي ديال الشعر كيدار مرة في 5 سنين وهاد المرة غيديرو قال لك في المغرب. واخا وتاش حرق شطاطك خاص العيادة دير ريال بريز ونتشارج بريز بورطابل تاع ماشي البريز ديال الضو البريز زعما ونتشارج بغيت الرعاية ديالكم. واش ابوك يوض انا كنشكي لك من العقر وانت كتقول لي كيدير لي زيليفون. ليكون في علمك سعادة المدير بان دول متقدمة ودول نامية مشات بعيد في مجال الشعر وهذا ان دل فانما يدل على سكت كت هادشي اللي بغيت نقول لك خاصنا نعرفوا بزاف تحرميات ديال الشعر باش الكليان ما يمشوش عند المنافسين ديالنا. اشنو هما هاد اللي كيتنافسوا الاخرين؟ هما العديان. اييه وهذيك الساعة نولوا نزرعوا الشعر الكليان وما يبقى حتى واحد يمشي عندهم يجيو عندنا ديريكت. واخا واش اش المطلوب مني انا؟ فلوس الماكلة والديبلاسما وكون؟ وداك الشيء الاخر انت وكمارتك. ايوه انت ووجهك. اسكت تما هاكاك عاد يا العفيريت وغتسطيني. اجي عند باباك ما تخافش. كيفا؟ واش كتقلب على شي وليد تحت الناموسيه ولا؟ لا راه ماشي وليد هذا راه سراق الزيت. صافي انت طار لك سراق الزيت. بغيت نقول طرق الفريخ انت عندك الميتازاز في المخ. قول لي يا سيدي هاد الودنين هادو كتسمع بهم مزيان؟ ويلي على كنسمع بهم مزيان 100 على 10. ويلي هي احنا دابا دراري انا الشركه اللي كتخدم فيها راه مسميني غير رادار. وعلاش؟ حيت البق ما يزرق كنت كنسمع على بعد 8 كيلومتر. وشنو كتسمع؟ الترانسميسيون كله. ويلي على ويلي واحد المره في المطار خسر لهم الرادار وما عيطوا لي يخدموا بلاصتي. ويلي على ويلي ومره اخرى تقاداو لي الفلوس وانا نخدم برقاك ديال الباطون في الشركه. ايوا بقيت حتى جريت على كل شيء وبنادم كياكل لسانه وتقول هاد بنادم واش جلس وسكت ويخدم وهو ساكت. جريت على كل شيء وبقيت بوحدك في الشركه؟ لا بقيت انا والمدير. ايوا شنو دار المدير من بعد؟ من بعد جرى عليا حتى انا. ايوا شفتي حشومه عليك كتوصل تبرقك للمدير وكتهضر في الناس. هادشي علاش انا جاي هنا باش نقص من الجهد ديال الوديه. ايوا شفتي دابا مزيان هانت وليتي كتصنت لصوت ضميرك. لا سمعت صوت الاخر كتزند ليا. ويلي على ويلي. واش خيفا وتفرق مع السيد تسرق الزيت رديتو السيد ولا شنو هادشي؟ وانا راه قلت ليه ع السيد انت راه قلتي لي اجي عند باباك. رانا قلت له باباك عباش يتيق فيا ويخرج ها نصلي باباه. وبيني وبينك واش ما عندوش الحق يعيش؟ فين عمرك شي سرق الزيت عاش حياته كلها؟ وفاش درك هاد سرق الزيت؟ خصك تعرف بعدا با دوليو بان سرق الزيت عنده امنيه وحده في حياته. اشنا هي؟ يموت موتة الله وخرج الراجل. وحشوم عليك واتقى الله واتقى الله في الراجل المسكين وفكر في عائلته. عائلته؟ لا تسرق الزيت عنده عائله. وعلاش سيدي ما تقول عنده عائلته وجاي يضرب تماره ويدبر على راسه في الكلينيك؟ لا 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 هادي قلتيها با دوليو سرق الزيت ما جاي غير على حاجه وحده للكلينيك. اشنا هي؟ يضرب البنج فابور. نعم انت لينا الصيفه. قول لي يا شريف. سي محمد والحسن ولا شي يقولوا لك؟ عندي دوزيام ثلاثة. عبد ربي ما قلت ليش سبب الزياره علاش جيتي عندي؟ ودني جا مجهدين بزاف بغيت ننقص منهم. ما فهمتش. كنسمع اكثر من القياس. ايوا مزيان الواحد يكون كيسمع هاد الوقت ويكون راسو صغير. ايوا ولكن راه فمي كياكلني. اش قرب الفم الودنين دابا اش بغيتي فيهم؟ ودنيا مجاهدين وفمي كياكلني وملي كنسمع شي حاجه ما نقدرش نسترها خاصني دوزها في ساعه. هي دابا حتى هما دوك عبد السامع. ياك اللي شديتيها كت هذا. بغيتيني ندير لك الدوبرو شارج في العمليه. وين درتو لي شي ثمن زوين؟ ما نضمنش لك ثمن زوين، اللي نضمن لك هو عملية على ليبوك.
وعلاش؟ لان الالات باش كندير هاد العمليه الجراحيه كنستروذهم من الخارج. ما عندكش؟ لا الله يعاون. لا 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 جيتي عندي وقصدتيني وتدب في ملكي وفي حوزي رقراقة وربيت الحيمر غادي يوقفوا معاك. غادي ندير لك عمليه جراحيه وحده. والودنين الفابور؟ لا حيت مني غتسمع الثمن ديال العمليه ديال الفم غادي تسمك في نوبه. شي سني لي انا اش غنسني ليك؟ سني لي بلي راكي سلمتي الارساليه. اين ارساليه خويا؟ هادي اللي هنا. شنو فيها؟ داكشي اللي قلت لك ما فيها والو. هاك سني راه قلت لك الشريف شنو فيها؟ فيها الضمون ديالكم قلب وكبده. ايوا سمح لي اخويا هاد لا كوموند. وقال لك المعلم هذيك ايوا الشريف وين؟ اش اخويا كيفاش قضيت هاد لا كوموند ديال القلب والكبده؟ القلب حيت ما عديش. والكبده حيت ما عديش على من نربيها. كتعرف اوليدي اللي جاي يدير عندنا العمليه الجراحيه وما جابش معاه الفلوس اش كنديروا ليه؟ اش كديروا ليه؟ كنكوفروه وكنعلقوه مع الوحش مع الحيوان والطيور. وحرمش حط عليا يديك. ايوا حسبني قربت لك وصليتك والمخير في خيلك كسر الجو وجري طوالك. عرفتي اش غادي ندير لك؟ اش غادير ليا؟ غادي نبيع بيك عند بريجيت باردو. بريجيت جا باردو وبني تا خويا مسلال التبياع والتفرقيق. انا في الحاله غادي ندير معاك مزيان. غندير لك عمليه جراحيه اليبوك وغادي نعفيك من الخلاص فابور. وعلاش؟ حيت هاد الموهبه اللي عندك وليدي زينه وموهبه غريبه كيخصها تثقل. نوفيسا خايفتم؟ قول له وجد السرنجات والدواء. يلا سربي. الله يرحم والديك. امين امين. الله يسترك. امين امين. الله يخليك. جميل جميل. ونوفيسه حتى هي. نوفيسه اسمعي الدعاوي ديال السيد محد وحي. يلا. هذا النصب الاحتيال نافيسه. بوكيوت مالك اخويا ياك لاباس؟ مشيت المؤتمر ديال الشعر لقيتو ديال الشعر. ايوا هيا. المؤتمر الوطني للشعر. للشعر؟ للشعر نافيسة انت ما قارياش؟ والله الا يسحب لي للشعر ما تعرفش. هاد الجرائد هادو ما كيشكلوش. الجرائد ديالنا كيشكلو. قالك ما كيشكلوش. انا مشكول. مشكول؟ والمصيبه طبيت فلوس. اش غادي نعطي السي طيبه؟ ايوا صافي هادي ضربها عليا انا غنسلفك. ربي ربي. ايوا صافي نبقى نعاود في الهضره. شحال بغيتي؟ شتي ملي قلتيها من فمك نافيسة؟ بحال سلفتيني وبحال شاركت في المؤتمر العالمي للشعر وللكرش وللعين وللظهر. استعداداتي دابا انا مسلف ومشكول. سخيفه 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 ما تكلمش. طيبه ما عرفتش بغات. وسخيفه او تكلم صاحبي المدير ما عرفتش بغات. لا الا سخيفة وسخيفة نوض نتحامى وانا وياك على سراق الزيت. انا سراق الزيت؟ انا سراق الزيت؟ والله يخلف عليك كتسحى ما سمعتكش. وزيدون فين عمرك شي سراق الزيت فيه 190 وبيني وبينك سراق الزيت وفيه خير. اويلي اويلي مع من تليت انا اويلي. اذا دابا غادي قولوا اللهم عافينا.